دي النيابة شو طلع لينا مباشرة من إربيل بعد شوية بعد ما نسمع أغنيتها الأولى الليلة في لما على الأفام. مرحبا بمستمعينا الكل، مرحبا بكومنتاتكم تعليقكم، أهلا وسهلا بالناس اللي تسمع فينا من تونس ومن خارج تونس، من أمريكا، من كندا ومن كل الدول. مجيد حداد في لما على الأفام مع ألمع نجوم العالم العربي. وتلت بني New York to the world. Tatooine Radio. Go
going live under one way. Your favorite superstars on air. This is Together on FM. With Majid Haddad. فما طاهر الزلولي شكرا على اتصالك. تشون يا حياتم تحية بالكردية طلب غناية نرقص نرقص جواني جواني نرقص معناها الورد يغنيها الأكراد في عيد الورد. هذه هي نجمتنا الليلة المنورة لمع الأفام اللي تكون معنا مباشرة من العراق من إربيل كردستان العراق. نجمة طلتها حلوة عندها عديدة السيديات الألبومات. كل ما طلت كل ما طلعت على الركح بتزيدوا جمال بتزيدوا رونق خاص هذا الركح. زارت عديدة البلدان سواء الأوروبية أو العربية. دنيا اللي معنا مباشرة على الهواء مساء النور. مساء الخير أستاذي وعزيزي إزيك؟ الحمد لله أنا سعيدة جدا معكم ليلى وبحب يعني أهدي أجمل ورود البساتين الكردستان لتونس الحبيبة جنابك كمان. شكرا الله يخليك دنيا. ان شاء الله انا نكون في نطق الاسم صحيح يعني الله يخليك. طبعا تحيه ليك تحيه لعائلتك الكل سهرانين معاك ليلى. سعيد جدا. وانت وقت لي احنا سمعنا الاغنيه الاولى فما صديقنا مستمع طاهر الجلولي بعث لك تحيه ان شاء الله ننطقها صحيحه يعني هذه التحيه. تشوني حياتم تحيه بالكردي يطلب اغنيه نرقص نرقص جواني جواني نرقص معناها الورد يغنيها طبعا يغنوها الأكراد في عيد الورد. تعرف الأغنية هذه؟ أشكره طبعا أكيد طبعا كل أتصور كل الأكراد يعرفون الأغنية يعني الليلة ممكن نسمع منها مقطع. هو يحب يسمع مقطع من أكيد عندك الليلة. أكيد. في بصراحة في أشياء كثيرة أنا محضرة بالليلة وأتمنى تعجبكم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب إن شاء الله بالعربي وبالكردي الليلة باش نتعرفوا عليك أكثر باش نقربوك أكثر للجمهور اللي يسمع فيك الآن في مختلف الدول العربية وإلا العالمية. دنيا يعني بديت الفن من سنوات عندك سنوات وأنت تغني قدمتي عديد الألبومات يعني خلال مسيرتك هذه الفنية من ساعدك من وقف إلى جانبك حتى تنجحي وتوصلي إلى هذه المرتبة تحديدا؟ طبعا أنا بقالي 22 سنة بغني كنت صغيرة وبصراحة أنا أستاذي الكبير أستاذ أنور قرداغي هو أستاذ كبير موسيقي كبير جدا جدا وهو شجعني لما سمع صوتي وطبعا بعده الأهل بابا وماما كلهم شجعوني على إنه أنا أكمل المسيرة والحمد لله لحد هلا أنا يعني بغني. نعم لكن كيفاش تعلمتي العربية؟ هذه ممكن الحكاية الكبيرة. أنا طبعا تعلمت العربية من التلفزيون ومن حبي من حبي بالأغاني القديمة عن أم كلثوم والأشمهان وليلى مراد المطربين القدماء والأفلام العربية طبعا. بس يعني صراحة أنا دراستي ما كان عربي بس يعني تعلمت من التلفزيون. تعليم يعني لوحدك تعلمتي من التلفزة من الأغاني من الأفلام والكل هذا الكل من حبك للممكن الأغاني العربية وأنك تحبي تغني عربي. ومن بعد نسمع جديد جديد إن شاء الله والحصري الليلة. كيف طبعا أنا بحب أغني لكم أغني لسيدة أم كلثوم. نعم. وأتمنى إن شاء الله تعجبكم. ما خسرت على بالك يوم سأل عني ما خسرت على بالك يوم تسأل عني وعيني يميت فيها اليوم اليوم ينصهرت أنا قلبي بيسألني إيه غير أحوال ويقول لي بقى يعني ما
قصرت جاع بين وعلى بين أنا قلبي في سلمي غير أخوان ويقول لي بقى يعني يعني ما خسرت جاع بقاله أم الغلاوي صبت فيه وفين حلال وعليا وفين حلاوي ضربات فين بين الوداد والخيمية أنا سيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني أنا سيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني وريحني واطب على حالي وارحمني من كثر غموري لا علي بإهوانه ولا بصور على بالك لا علي بإهوانه ولا بصور على بالك واسأل عني يا ايام سهرني ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني يوم سهرني. سمعناها بصوت دنيا الليلة وسمعناها بصوت كوكب الشرق أم كلثوم. شكرا لك المايسترو حبيب الليلة على الهواء مباشرة من ستوديو 2 دنيا. طبعا صوتك مميز سواء بالعربي, ومن بعد شوية نخلي الجمهور والمستمع هو اللي يحكم على صوتك بالكردي. أنا حبيت نعرف الجديد دنيا في 2014, لأني سمعت أنك حضرتي غنية جديدة, هل أنه غنية أو أكثر من أغنية في العام هذا الجديد؟ صراحة في العام الجديد خلصت السي دي يعني بتاعتي. السي دي مكونة من 10 أغاني طبعا كردية. إن شاء الله راح بعد العيد إن شاء الله راح أوزعه. إن شاء الله بعد عيد الإضحى المبارك يتوزع السي دي هذا, وإن شاء الله توصلنا منه نسخة. برغم أن سمعنا هيك أغنية يعني إحنا موجودة على الإنترنت الأغنية. السي دي هذا يتضمن كم من أغنية, يعني قديش من أغنية في السي دي؟ السي دي فيها 10 تراكات يعني الأغاني 10 أغاني. نعم, مع من تعاملتي في الأغاني 10 أغاني؟ وإلا أنت تلحني وأنت تكتبي في الأغاني؟ نعم, للأسف في السي دي لا ما فيها لحن اللي أنا يعني عملته, بس أنا عملته تقريبا يمكن نصف من الأغاني يعني اللي أنا عملته لي نفسي يعني أنا لحنته, وكمان الشعر بتاعهم أنا اللي عملته. بس صراحة أنا ما بعرف الميوزيك يعني أنا ما درست الميوزيك, بس أنا كده إلهيا الحمد لله وشكر يعني عملت الأغاني والحمد لله يعني عجبوا الناس. جميل جدا. هذا طبعا يحسب لدنيا لأنه تعليمك يعني لوحدك أنك تعلمت وتلحن زادة وتكتب أيضا في الأغاني وأدائها اللي عنده خصوصية الليلة على الهواء مباشرة. طبعا الأعمال الجديدة, ونرجع ممكن حتى لأنه باش نحكيه عليها الأعمال هذه الجديدة والألبوم هذه الجديد, لكن هذه جاء بعد أعمال أخرى. قدمتي عديد الأغاني, أيضا شاركتي في عديد البرامج التلفزية, في عديد الإذاعات, مشيتي أيضا العديد الدول, مشيتي الكرواتي, مشيتي تقريبا الإيران, مشيتي البرشة دول. أي دول اللي زرتيه ممكن؟ أنا ما ذكرتش يعني بقية الدول. أنا عملت حفلة في دبي, وعملت حفلة في لبنان وكرواتيا وفي السويد في ستوكهولم,
وكثير من البلدان الصراحة، ولأنه يعني تقريبا عمري يعني 22 سنة عمر الصراحة، وعندي كثير ألبومات وغير الألبومات كمان وحفلات، والحمد لله يعني الحمد لله. نعم، خليهم الليلة يستمتعوا بصوتك الليلة دينيا. شنو نسمعوا بالكردي؟ ما زلنا إلى حد الآن ما سمعناش يعني لايف على الهواء كردي. دينيا 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 يعني اطمئنان. إيه جميل يعني اطمئنان. إيه لأنه اسم يعني هو حلو، الاسم جميل طبعا. لأنه هو غير منتشر يعني اللي هنا في أي كردي، لأنه كردي هذا هو. أي شنو سمعينا الليلة نجمتنا؟ أنا بحب أسمعكم أغنية كردية، وأتمنى إن شاء الله يعجب الجمهور ويعجبكم كمان إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. وتيان يا ريكواني، وتيان يا ريكواني، أنا تاوي هاني، وتيان يا ريكواني، وتيان يا ريكواني، عمري جواني 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 بو هاني، يا رب أهزارم بقوارم، يا رب أهزارم بقوارم، ببدر ماني هدر ماني أوزلي زارم بقولين بزاري صوف ويخوشي وقريانم تو يجابولين بزاري صوف ويخوشي وقريانم توي هوي مزو زيانم 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 توي آخ نعيانم نعبيت والجيز ونعبيت نعيانم نعبيت والجيز ونعبيت دون بدود دود ويك جدا. الله الله الله، وعندك تحية من هافو يسلم عليك. برشا يحبوا يحيوها. فما أيضا حتى من سوريا تحية، تحياتي ليك. هذا يا سليم يسلم عليك. أيضا زياد، خالد، برشا 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 برشا، شهدي، إيهاب، لويس من لبنان، برشا برشا يسلموا عليك دنيا. شكرا، الله يسلمهم يا رب، أشكرهم. سلوى، أنا هنا حبيبتنا دنيا. أيوة، أنا كنت بحضرت لك مقدمة إنه قبل ما تبلشي، بس معلشي برجع بعيدة شوي لحتى تبقى بالبرنامج تكون طالعة حلوة. أنا قلت الشمس، شكرا حبيبتي، قلت الشمس عنا هوني بلوس أنجلوس كاليفورنيا منورة كتير، وبعد عنا شوب، بس الشمس أشرقت أكتر لما كنتي معنا ضيفي اليوم. الشمس قد أشرقت ونقشت في نظرات عينيها قطع الإشعاعات المنبعثة منها ظل مطربة، فجاء صوتها ليعلن لنا إنها قادمة من أرض العراق. هي ظاهرة نادرة في تاريخ الغناء العربي العراقي الكردستاني، هي صاحبة ذاك الصوت الذي يتلازم مع أجمل وأروع الكلمات والألحان. إنك معجزة يا عزيزتي، من معجزات الغناء التي ليس لها نظير. أنت رواية قائمة بحد ذاتها وثابتة النظر إلى أفق بعيد، صارمة القسمات ورافعة الرأس، وأنت هالة من النور بصوتك المميز. أنت المطربة العراقية الكردستانية العربية دلنيا كرداغي. أهلا وسهلا فيك. الله عليك يا الله. يعني ما بعرف شو أقول، يعني ده كتير عليا. ألف 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 شكر، ربنا يخليك يا رب.
هيدا مش كتير ابدا، هيدا الاقل شيء ممكن اقدم لك، لانه انت اطربتينا وامتعتينا بهالصوت وقعدتي للذاكره تاريخ الطرب الاصيل. انا شبهتك لاسمهان، تاخدي عمره الراحله اسمهان، شبهتك لذكرى، شبهتك لشاديه، وقعدتي الينا الاغاني. هلا انا يمكن افتقدت شوي من المقابله، وكان نفسي اسمع شيء هيك من هذا الطرب القديم لتعيدي التاريخ والذاكره الى المستمعين. شو رايك هيك قبل ما يخلص الوقت، بس سمعيني لإلي بس مقطع من هالمطربات الاصيلين يعني من التاريخ. انا لي الشرف، لي الشرف، واهديك الاغنيه دي واهدي لكل الناس، ان شاء الله تعجبوا يا رب. شكرا ان شاء الله. شكرا. حبي اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبل ما انا الحب، حبي اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبل ما انا الحب، لما تتكلم علي، لما تتكلم علي، حبي 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 اللي انت جاي تقول علي، انت ما بينك وبين الحب دنيا، دنيا دنيا ما تشطلها ولا حتى في خيالك، اما نفس الحب عندي حاجه ثانيه، حاجه ثانيه، حاجه اغلى من شبابي ومن جمالك. انت فين والحب فين، ضلمه ليه دايما معاك، ده انت لو حبيت ومين كان هواك خلك مالك، ليه بتتجنى كده عالحب، ليه بتتجنى كده عالحب، ليه انت عارف قبل ما انا الحب، ايه حب، ايه حب، حبي اللي انت جاي تقول عليه، حبي اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبل ما انا الحب، حبي اللي انت جاي تقول عليه، انت حبي اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبلك معنى الحب، لما تتكلم عليه، لما تتكلم عليه، حب ايه. سمعناها بصوت دنيا. هذه لمسات المايسترو. يا سلام، يا سلام على الصوت. شكرا. يا سلام على الصوت. الله يحمي على الصوت يا رب، يا رب ربنا يخليك يا رب، ربي ربني يخليكوا لي بصراحه، لان الفنان لو مش الجمهور يعني هو ما فيش اي حاجه بدون الجمهور. يعني انا اشكركم من كل قلبي. شكرا. فما الطاهر الجلولي اللي طلب نرجس نرجس جواني جواني، فما إمكانية؟
طبعا اكيد اكيد. هاي نرجس 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 نار جواني، هاي نرجس 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 سرقل ميري باني، هاي نرجس 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 نار جواني، هاي نرجس 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 سرقل ميري باني. الله. ان شاء الله ان شاء الله. نرجس يعني الورد. 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 نعم. جميل. مازلنا ان شاء الله انه حتى ولو نتعصف شويه على الجزء الثاني لانه باش تكون معنا بعد شويه مطربه فلسطينيه، بنتعصف عليه شويه، بناخذ من وقتها المطربه الفلسطينيه 10 دقائق حتى نواصلوا مع مطربتنا الليله دنيا، وبحكم انه الاتصال ما كان جيد في الاول حتى نسمعها اكثر الليله. تفضلي سلوى ولك الخط. سلوى، أنا بدي إلا لحبيبتنا دنيا إنه صوتها بجنين، وأصحابي كلهم والجاليات العربية كلها عم تسمعك هون من لوس أنجلوس كاليفورنيا وكل أمريكا وكندا وكل العالم، وأنا بهديكي مني أنا شخصيا من ألمز ميكس الموقع العالمي، هأهديكي أكتب عنك هيك أرتكل كتير حلو مع أغنياتك بصوتك الحلو كمان، وهأهديكي كلمات وإعلانات عالم من خلال إذاعتنا حبيبتنا تطاوين التونسية والمصري. حتكون شهرة عالمية. يا عيني. نحن هيك بنعمل لفنانيتنا، هيك يعني نحن منقدر اصلا انه يكونوا معنا ضيوف وعم بيشاركونا الفرحه وعم بيمتعوا المستمعين. الضيف لما بيكون معنا مجيد مثل دنيا والمتالقات مثل بالابداع بالفن، بيبسطوا المستمع بكل انحاء العالم، بيتقرب لإلهم، بصيروا بيعرفوه عن قريب، عشان هيك نحن الاذاعه صلته. هذا هو. انا حبيت انه نسال دنيا الى ما تطمح، لشنو هو تطمحي تحديدا؟ لوين تحب توصل دنيا؟ بصراحه انا عشت للفن وحياتي كله يعني بقى ملك الفن، وانا طموحي بس اغني والناس يسمعوني. انا ما عنديش طموح في الموضوع ده، انا بس احب اغني. يعني انا لا بغني للشهره ولا بغني للفلوس ولا لاي حاجه، انا بحب الفن للفن وبس. هذا هو، والفن يحب دنيا الليلة. أهلا فيك. أهلا فيكو. أنا بشكر مهندس الصوت حبيب ومن غرفة الهاتف عادل، يعطيهم ألف عافية. شكرا لي. وضيفتنا الليلة اللي منورتنا نجمتنا اللي متعتنا يعني سواء بالعربي ولا بالكردي، يعني الليلة أنا نحب نسمعها لايف أكثر وقت لايف. ربنا يخليك يا رب. شكرا. والله شرف إلي. عايشك. شكرا لك. شنو أنا رجعوا لهم مستمعينا بغنية من عندك دنيا؟ اوكي وينوت. راح اغني اغنيه كرديه وان شاء الله يعجبهم يا رب. ان شاء الله يا رب. شكرا. روماتي وقولي بيجا قيجي خوا ورشمي كيزا تاوي كلا قرشي نرما مالمني قيت قرما رومتي وقولي بيقى قيجي خوا ورشمي كيزا تاوي كلا قرشي نرما بالمني قيت قرما بالي ودمكي واتن هندمي أوها شوخشن نبوى يا هر نمديوى لو ششنا بجن يا كمار باليوى دمكي واتن هندمي أوها شوخشن نبوى يا هر نمديوى أو تشنا بجن يا كمار أو تشنا بجن يا كمار. الله. يا سلام. الله يسلم على الصوت. أنا بدي أسأل نجمتنا دلنيا،
بما أنك موجودة حضرتك، يمكن أنا افتقدت شوي من المقابلة هلا اللي كنت عم تعمليها مع مجيد، يمكن سألك السؤال هو زيته ما بعرف. وجودك بكردستان أو الأغانيك أو اللغة اللي أنت تحكيها هي الكردية، كيف قدرتي تحكي العربي؟ يعني أنا بدي سمع أخلي المستمعين يعرفوا كيف أنت قدرتي تغني العربي مع اللغة الكردية. سألتها؟ اي انه تعلمت من التلفزيون. انا ما سمعت انا كنت صغيره تقريبا، كان عمري يمكن والله 9 سنين، صغيره جدا جدا. انا بفتكر يعني بيتنا يعني عائلتي كلهم كانوا نايمين وانا وحدي وبدون ما اعرف اي شيء من اغاني لام كلثوم، كنت قاعده اسمع لام كلثوم لحد ما تنتهي وبدون ما اعرف هي بتقول ايه يعني. وبعد بس من حبي ليها ومن حبي للفن ومن حبي للمغنى وأغاني العربية وال يعني هو ده اللي خلاني أتعلم العربي، والحمد لله والشكر توفقت، لأنه أنا الإنسان لما يحب شيء لازم يوصل له يعني. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، غني لي شوي شوي شوي، غني لي وخد عيني وخليني أقول الحان بتمايل لها السماعين وطرف ريب لأن الغصان عن المركز ما يسمين وتسافر لها غضبان ضوين البعد ضي شوي 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 شوي، غني لي غني خد عيني. يا الله يا سلام على الصوت، الله يحمي هالصوت ويحميكي. انا بقول دلنيا انه ما انك انت حتى عم تتقني اللغه المصريه يعني الكلام المصري، يعني هيدا انا بالنسبه لي او لجميع الناس معجزه. الشعب المصري هلا ومصر كلها حتحبك على كلامك، على كلامك موسيقي حتى، لانه اللهجه المصريه هي معروفه انها موسيقيه وعم تتقنيها كثير 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 حلو، الله يحميكي. فما غنية انت حبيتيها برشا، وحدانيه غنت لي يعني دلنيا من شويه الاغنيه هذية، لكن حاليا بما انه الكواليتي الصوت رائعه جدا، نوعيه الصوت شنو رايك نسمعوا منها ولو مقطع على خاطر سلوى الليله؟ طبعا اكيد وحدانيه انا لا معاك الكل الليله، احنا كلنا معك الحمد لله. اشكر يا رب. ربي لا يخليكم. زي كل الناس يا قلبي عايز احب، زي كل الناس يا قلبي عايز أحب وأعرف الأشواق وأعيش أيامي حب، بس فين الحب فين هو فين؟ نفسي أعرف هو مين لو في آخر الدنيا أجيبه أو في عيني وقلبي أشيبه، ده لو في آخر الدنيا أجيبه أو في عيني وقلبي أشيبه. وحدني أنا ولكني يا قلب وعايز أحب زي كل الناس يا قلب. يا ما شوفت كتير ويا ما فات عليا، كلهم يتمنوا لمسة من إيديا. يا ما شوفت كتير ويا ما فدا عليا، كلهم يتمنوا لمسة من إيديا. والمحبة مش كلام ولا نظرة وبتكسب،
واللي شاغل قلبي بين هو مين نفسي أعرف هو فين هو فين لو في آخر الدنيا جيه أو في عيني وقلبي يشيه وحدني أنا وحدني أنا وحدني أنا ولكني يا قلب وعايز أحب زي كل الناس زي كل الناس يا قلبي. الله يسلم هالصوت. سلام شكرا. ربنا يخليك دليليا. لقد حملت في صوتك ورود احتلت مساحة واسعة في قلوب الناس عنا في أمريكا بعد أن أيقظت فيهم رائحة الماضي التي لا زالت راسخة في قلوبهم. ونبارك لك هذا الصوت وهذا الطلة والضيف الحلو الخفيف تصل معنا اليوم. ربنا يخليك يا رب. والله قلبي قلبي من الفرحة يطير يعني ما مش متصورة يعني مش عارفة أقول لك. ربنا يخليك يا رب. إن شاء الله دايما أيامك فرح وسعادة يا رب. وإن شاء الله بنتأمل أن نشوفك عنا بأمريكا يا رب وكمان بتونس عند مجيد تونس يعني. تجيب أحذانا لتونس تجيب أحذانا تنورنا في تونس وتجيب أحذانا إحنا كمان مجيد نحن كمان بشوق لنشوفه ونسمع هالصوت الحلو يعني نحن صحيح في غربة والله العظيم نحن في غربة يعني لما بيطلع فنين مثل دلنيا هيك كتير يعني نتشوق إن شاء الله عاملين لها جولة عاملين لها تور تور في أمريكا إن شاء الله قريبا قريبا إن شاء الله يا رب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أنا حبيت إنه باش نقفلوا باقة الأنغام الليلة لأنه تقريبا ما زالوا 3 دقائق في هذا اللقاء الليلة في الجزء الأول لك الاختيار دنيا لأنه بعدها باش ناخذوا إمضائك الخاص بعد مقطع غنائي من عندك لك الاختيار إنك تغنينا عربي أو كردي. والله زي ما تحبوا أنتوا أنا ما عنديش أي مشكلة. لا لا لك الاختيار أنت أعطينا أحلى غناية أحلى أغنية الدنيا اللي لا نختموا بها اللقاء. أغني لكم أغنية عربية. يلا. بهدي لكم إن شاء الله يجيكم. شكرا لك. شكرا يا عائشة. ربنا يخليك. ربنا يخليك إن شاء الله. ابعت لي جواب وطمني ولو إنه عيتاب لا تحرمني هبعت لي جواب هبعت لي جواب هبعت لي جواب جواب وطمني غيابك طالو بستنى قلبك مال وبتنى لو كنت هاويت ونسيتني وعليا جنيت مرعتني لو كنت هاويت ونسيتني وعليا جنيت مرعتني هبعت لي جواب هبعت لي جواب هبعت لي جواب 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 وطمني أنا لي إله 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 يعرفني من حر الآه 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 انصتني أنا لي إله إله يعرفني من حر الآه 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 انصتني مش قادر أقول انت الجاري واصبر على طول أنا أحزاني مش قادر أقول انت الجاني واصبر على طول أنا أحزاني هبعت لي جواب هبعت لي جواب هبعت لي جواب 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 وطمن مش قادر أقول أنت الجاني أصبر على كل على أجداني مش قادر أقول أنت الجاني أصبر على كل على أجداني مش قادر أقول أنت الجاني أصبر على كل على أجداني
هذا صوت تونسي نور الدين البازجي. نور الدين البازجي من الأصوات التونسية المميزة اللي غني. وقبله سمعنا دنيا في بعث لي جواب. أيوة شكرا لك. إن شاء الله يا ربي. شكرا شكرا لحضرتك وشكرا لمدى العزيزة سلوى. طبعا أشكرها من كل قلب. ربنا يخليكي عايشك. ناخذ إمضائك دنيا الليلة على الهواء مباشرة. تابعوا أخباري مع الإعلامي مجيد حداد وتابعوا أخباري مع الفنانة العالمية سلوى حريري. أنا فنانة دنيا قرداغي. شكرا 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 يا دنيا لأنك نورتيني الليلة. شكرا لعائلتك. شكرا لكل من ساندك كل من وقف إلى جانبك ونورتينا. فعلا نورتي أنت وردة. ربنا يخليك. شكرا كمان لك. شكرا من عنا هوني كمان من ألماز ميكس الموقع العالمي من أمريكا وكندا والعالم كله. من هنيكي ومن بارك فيكي هلفتي الحلوة من الغناء والطرب الأصيل التاريخ الأصيل. نتمنى لك النجاح والتوفيق وإن شاء الله منشوفك على خير. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. دنيا. شكرا لك. دنيا. شكرا لك. إن شاء الله من هنا إلى 3 أسابيع نعود لقاء مطول أنا وياكي وسلوى على الهواء مباشرة. واحد مني. ليه شرف. واحد مني. إن شاء الله. شكرا لك. الله يخليك يا رب. مع السلامة. عايشك. مع السلامة. شكرا لك. تحية لك.